جمال يسأل عن صفة المسح على الغترة، يعني يقول ما هي صفة المسح؟ جمال، تعرف أولا بأن مسألة المسح على العمامة وعلى العصابة وعلى الغترة وعلى الشماغ وكذا مسألة خلافية بين العلماء، الجمهور يمنعون، والراجح ما ذهب إليه ما ذهبت إليه بعض المذاهب وهو قول قوي وأدلته ظاهرة على أنه يمسح على العصابة التي يشق على الإنسان أن ينزعها. أما مثل هذه الغترة لا، ما يشق، هذه ما يجوز المسح عليها، الغترة هذه ما يجوز المسح عليه، وإنما العصابة حتى اشترطوا بأن تكون محنكة. ما معنى محنكة؟ يعني مشدودة تحت الحنك بإحكام، بإحكام، وهذا يعني ذهب إليه بعض العلماء. بعض العلماء يقول لا، أهم شيء أن تكون العصابة العمامة مصمتة بحيث أنه صعب حلها ويشق على الإنسان حلها. فإذا قلنا بهذا القول يكون المسح كما تمسح على الرأس، يعني تأتي على جميع العمامة، تأخذ ماء مبلل، تبول يدك بالماء بهذه الطريقة ثم تمسح على جميع العمامة. بارك الله فيك.